إلى تفاصيل مجددا، أهلا بكم. بدأت بوادر الاتفاقية النفطية بين بغداد وأربيل تنعكس إيجابا على توفير وقود العجلات بالسعر المدعوم حكوميا في محطات الوقود المنتشرة في محافظة السليمانية، ما دفع بالمواطنين بالمطالبة بزيادة حصة السليمانية من مادة البنزين المدعوم حكوميا وإنشاء محطات وقود حكومية لمنافسة المحطات التجارية. عباس محمد والتفاصيل. بغداد ترفد الإقليم بكميات كبيرة من البنزين الحكومي بغية كبح جماح الأزمة النفطية في كردستان، بعد أن لامس سعر اللتر من البنزين الدولار الواحد وسط غياب الدعم الحكومي للطبقات المتوسطة. أنا أقف بالطابور لوقت طويل، ونوعية البنزين جيدة، وأتمنى أن يوزع مثل هذا البنزين في جميع المحطات، فهو بنزين قادم من بغداد ونوعيته جيدة. أميد مانوايا هوادارين كالدوايو قراري باريس. نطالب من الحكومة العراقية بعد قرار باريس أن تعمل على فتح محطات حكومية بالإقليم كما هو الحال بالمحافظات العراقية، لأن المواطن الكردستاني مغدور من ناحية سعر المحروقات، وارتفاع سعر البنزين أثقل كاهل المواطن وأثر على دخله. مسائل نوت كمالان بيويسيانا مسائل بنزين كزلجريك غوري دروس كردوا غرانيك غوري لما أهالي المدينة طالبوا بفتح محطات جديدة وجلب كميات أكبر من البنزين المدعوم حكوميا لمنافسة المنتج التجاري الذي سيطر على المحطات الأهلية في عموم السليمانية. هذا البنزين من الحكومة العراقية ونوعيته جيدة جدا، وهو يخدم الفقراء وذوي الدخل المحدود، ونتمنى توسيع محطات توزيع البنزين من هذا النوع. نتمنى فتح محطات أخرى في السليمانية وزيادة المنتجات الحكومية على أن تكون هذه المحطات حكومية ويباع فيها المنتج الحكومي، وذلك لخلق منافسة للمحطات التجارية حتى تجبر على خفض أسعار الوقود التي أرهقت كاهل المواطن في الفترة الأخيرة. بعد الاتفاق النفطي الأخير بين بغداد وأربيل، بدأت بغداد إرسال كميات كبيرة من البنزين المدعوم حكوميا من أجل انتشال المواطن من أزمة المنتجات النفطية. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية.